السلام. مريم في إيلاس قريب المدينة ديالك شي رسالة ياك؟ مرحبا خويا إلى المدينة سالا. واش دافش قهوة ولا فين جالس؟ حيت خصني نهضر معاك خصني نكون سيلونس يكون سكواد ما نقدر ما نقدرش نهضر معاك والطاجوج كاين. وي شاب الإله عبد الإله أنا غنقول لك واحد الحاجة. أنت تتبان لي أنت قلتي لي شحال من قهوة سيرتي؟ ثلاثة. السن ديالك عبد الإله السن ديالك؟ بارك الله ما شاء الله طول الله عمرك. كتبان لي أنت ما عندكش إكسبيريونس في لا جيستيون في التسيير. الفرق بين تسيير قهوة، اسمع نقول بعض الحاجة، فين الفرق بين تسيير قهوة وتسيير مشروع قهوة؟ فهمتي اش بغيت نقولك ولا ما فهمتينيش؟ أنا فاش غنجي ندير قهوة غنبدا وغادي نخلص مثلا السرباي ونخلص البارمان ونخلص جوج سربايا وفاب دو ميناج وأنا باقي ما تندخل حتى ريال. خطأ، هادشي ما مزيانش هادشي. تقدر هذاك الشيء ديرو في الخطه التطويريه، يعني فاش غادي المشروع يبدا ينجح ويبدا يولد الفلوس كنزيد معايا تندير فريق عمل، ولكن نبدا من الاول بفريق عمل ربما يجيو لي جوج كليا النهار الاول ولا الشهر الاول. ها بالنسبه للقهوه اللي تيتكرا كيطلبوا شي تسبيق ولا كتجي كتخدم وكتخلص الشهر ديالك ولا كيطلب لك شي افونس؟ شنو هي الضمان؟ شحال؟ دونك انت باقي ما لقيتيش شي قهوه هي تتفكر في الفكره باقي ما درتي لا هذا ما قلبتي ما قيمه كيفاش بغيتي دير المشروع ديالك اش بغيتي دير انت ما فهمتش شنو ها بغيتي تكري محل ماشي قهوه هاكا شحال هاد الكريمه على الخاوي شحال هاد الكريمه على الخاوي 8 10 درهم يعني ما الثمن ما نقص والو بقى نفس الثمن وفي هاد الحاله غادي تخلص شي افونس ولا لا شهر وعشرة بدون افونس اش بغيتي تصلح اش بغيتي تصلح اش بغيتي دير اش بغيتي دير مثلا تقول لي صباغة زيد كونتوار زيد بون دابا قلتي الواي فاي تلافز الكونتوار صباغه شنو اخر كاين هادشي تيكون ها خصك تجلج الرخام دونك انت تفترض انك غادي تشد محل كحل كراج كحل ما فيني ما مسبوغ ما والو اش بغيتي دير كيفاش بغيتي دير تا بغيتي دير بسميتك كدير جلسه كوميرس جلسه كوميرس طيب اوكي شحال كتدخل قهوه في النهار
فهمت. متفقين. دونك انت خصك دير لي واحد هذيك الميزانيه اللي بغيتي، تدي لي واحد التفصيل ديالها فاش وفين بغيت نمشي كل حاجه، هذه ديال هذه، هذه ديال هذه، باش نعرف انايا ديك الميزانيه تتبان لي انا بحال مبالغ فيها شي شويه، بحال طلعت السقف. لا ولكن دابا اتفقنا، اسمعني، اتفقنا بانه الخدامه غادي تخليهم حتى تبدا المبيعات، ماشي غادي تجيبهم تجيب مثلا سته الخدامه وانت يا جالس تمش تلعب معاهم تلعبوا الكارطه تما، تبقاو تلعبوا الكارطه ولا الضامه، حتى يكون الكليان بزاف عاد كتبدا تزيد سربايه، تزيد جوج سربايات، ثلاثه دقه. ها ماشي انت بغيتي تجي، انت جيتي النهار الاول بوحدك واقف في القهوه ومعك ايكيب دو ترافاي، اكواسي علاش غتصلح؟ ما صالح والو. فاش كتقول لي انت ما قادرش باقي تخدم كتزيد معاك واحد الخدام، واخا دوك اش بقى عندنا دابا؟ بقى عندنا هي المحل، الشروط ديال باش تشد المحل والاصلاح المحل، هادشي هو اللي كاين. بالنسبه لداك الشيء ديال بار كتشري القهوه، القهوه راه كتشري واحد البركه تتقدي بها تتسالي لك تعاود تشد الاخرى، ماشي غادي تشري 60 كيلو تاع القهوه راه غادي تخسر لك القهوه، كتبي تكون طريه وجديده. وفي القهوه اش كديروا؟ كديروا غير القهوه ولا كديروا قهوه عصائر؟ مان بتي بان والعصائر والشاي صافي، هادشي اللي كاين. اوكي داك الخضار الثلاجة بدي العصائر. ها